إن شاء الله تعالى أذكر نفسي وإياكم بآيات من سورة الحاقة، وهذه الآيات فيها موعظة من الله تعالى لعباده، وفيها ذكر مشاهد من مشاهد يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي كثر ذكره في هذا الكتاب الكريم وهو القرآن، وكثرة ذكر ذلك اليوم لأهميته، وأن العبد الواجب عليه أن يستعد له بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى وبالأعمال الصالحة. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآيات قال الله فيها من سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم قسم الله الناس إلى قسمين، إلى ناج وهالك، إلى سعيد وشقي. أسأل الله يجعلنا جميعا من الناجين ومن السعداء، وأن ينجينا جميعا من الشقاء ومن الهلاك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ابن كثير رحمه الله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قال: النفخ في الصور ثلاث نفخات. الصور ذلك البوق الذي يحمله أو يجلس إليه إسرافيل، وهو الملك الذي ينفخ فيه، ينفخ فيه ثلاث نفخات. النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع، وهي التي في سورة النمل، يفزع فيها الخلائق. والنفخة الثانية هي نفخة الصعق، يصعق فيها الخلائق إلا من شاء الله تعالى. والنفخة الثالثة هي نفخة القيام بين يدي الله تعالى، البعث. وقد ذكر الله النفختين الأخيرتين في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه الآية التي في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هي النفخة الأخيرة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الله تعالى بعدها: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. واهية يعني ضعيفة، تنشق السماء الأولى فتنزل الملائكة، وتنشق السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
وده يا جماعة موقف عظيم. يعني تخيل القبور دي اتفتحت والنجوم تساقطت انكدرت وذهب ضوءها والبحار جمعت في بحر واحد وأشعلت من تحته النار والبحر المسجور يعني تحته نار سجر بالنار والشمس تدنو من الرؤوس وتخربت هذه الدنيا وانشقت السماوات ثم نزلت الملائكة تحيط بالمشهد الناس صفوف والجن صفوف والملائكة صفوف وما في مفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال والملك على أرجائها يعني على جوانبها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة. ثمانية صفوف بيحمل العرش. والملك الواحد من الملائكة في سنن أبي داود وصححه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي وقال الألباني رحمه الله وكما قال يعني أن الحديث صحيح من رواية محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة السماء من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. يعني قال لك الملك الواحد من الملائكة هم كم ما معروف لأنه 8 صفوف فيها كم أعلم به الله سبحانه وتعالى العدد ده. قال لك الملك الواحد ده حديث صحيح صحه الحاكم والذهبي والألباني وتلقى في تفسير ابن كثير لهذه الآيات الملك الواحد. قال لك من أضانه لكتفه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. يعني تركب حصان 700 سنة التجاري بس تصل من أضان الملك لكتفه. يعني من كتفه لتحت كم سنة ما معروف وعنده كم جناح ما معروف وشكله كيف ما معروف بس الملائكة خلقهم جميل والواحد خلقه ضخم عظيم الخلقة إذا صح التعبير عظيم الخلقة وديل بيحملوا العرش هم من عبيد الله فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا ملك قدر ده فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. عشان كذا قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله ده عظيم سبحانه وتعالى. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 إلى أن قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أي شيء مستور في الدنيا دي بعدين يوم القيامة تشوف عجائب. شكا الله سبحانه وتعالى قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قال ابن كثير قال بعض السلف نقل ابن كثير أن بعض السلف قال خافضة لأقوام رفعوا في الدنيا رافعة لأقوام خفضوا في الدنيا. في ناس في الدنيا الناس خاتنهم فوق يوم القيامة بينزلوا تحت
وناس الناس خاتاهم تحت يوم القيامة بيبقوا فوق خافضة رافعة. بعد ذاك الإنسان يخرج من بين هذه الصفوف ويشق هذه الصفوف بعد أن ينادى باسمه ليقف بين يدي الله تعالى، تقف قدام الله وتنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي شيء بتلقاه للجلسة دي لو خلصت فيها لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تلقى ذا قدام، حفلة حضرتها بتلقاه بيجاي، طاعة حضرتها بتلقاه، عملت خير بتلقاه، عملت شر بتلقاه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بعد ذاك الصحف تتطاير، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يده تتلوي وراء ظهره الشمال، وده الجمع بين النصوص. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، وده المؤمن يا جماعة، ده الزول التقي، ده الزول المستقيم، وده صاحب الطاعات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم يعني خذوا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت هنا أي أيقنت، كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، ده ما من الظن الذي هو أقرب إلى الشك، لا هنا ظننت أي تيقنت، كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، تأكد أنه الفراق فلا أعرف أنه فارق. إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا كنت عارف بيجي يوم زي ده، لأنه الله أخبرنا سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها شنو داني. هسي الزول في الدنيا دي كان قال له نديك بيت عادي ولا عمارة، بيقول داير عمارة، داير العلو. الجنة دي قال لك عالية، بعد عالية قال قطوفها دانية، قال لو دار لك ثمار منها تفاح مانجا غيره قطوفها دانية قريبة، كلوا واشربوا هنيئا. هنيئا بشنو؟ الكلمة دي لو فكرت فيها تاني بتزهد في الدنيا دي. هنيئا بما أسلفتم في الأيام، شوف سمى أيام الدنيا شنو؟ خالية، في أيام الخالية. شكا يا جماعة الزول يعمل للجنة. سلف ديل ما سمعوا الأحاديث، رسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة، أقل زول في الجنة، أن يقول له، أي الله تعالى يقول له تمنى، يتمنى أي شيء داير. الله ما قال لهم ما يشاءون فيها، يشاءون دي شنو؟ يعني الدائر بتلقاه. هذه دي في الدنيا بتلقاه، كان بقيت أكبر ملك في الدنيا دي، بتلقى أي شيء داير؟ ما بتلقى أي شيء، في حاجات في النهاية ما بتلقى، لا الملك بيجيب لك ولا القروش بتجيب لك. لكن قال لك في الجنة لهم ما يشاءون فيها،
ولدينا مزيد. في حاجات انت ما عارفها في زيادة. وبعضهم قال المزيد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله تعالى. قال إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول هذا لك ومثله معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد. المنادي ذا بنادي بأربع أشياء، بشارات ما بتلقاها في الدنيا، الأربعة ما بتلقاها في الدنيا إلا في الجنة. ينادي مناد إن لكم، أي في الجنة، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. شوف النعيم ده. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، مرض ما في الجنة. تفتش الجنة كلها ما فيها مستشفى ولا مستوصف ولا دريب ولا حقنة كلها. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب كلها الجنة. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، نعيم دائم لا بؤس فيه، ولا خروج من الجنة ولا تعب فيه فيها ولا نصب. وذكر أمرا رابعا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في صحيح مسلم أيضا من رواية صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. يعني أنهم ينظرون إلى الله تعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وده أعظم نعيم يا جماعة، كذا تفكر في الموضوع ده. جكي بن القيم قال: أعظم لذتين في الدنيا والآخرة، قال التي في الدنيا الشوق إلى لقاء الله. تكان قلبك ده بقى في الحياة دي مشتاق تلاقي الله سبحانه وتعالى، انت بتكون في نعيم. ولو بقيت ما عندك قروش ولا عندك كذا ولا إلى آخره. واللذة الثانية لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. إن الله جميل يحب الجمال، حجابه النور. يوم القيامة قال لك الحجاب ده يكشف الحجاب فترى الله سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عشان كده الصحابة ديل كانوا من يقولون جهاد طوالي يمشوا جهاد، الصلاة طوالي يجوا المسجد، الطاعة يقوموا بالطاعة، اجتنبوا المعصية اجتنبوا المعصية، لأنهم دارين الجنة يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا وصف لهم الجنة في الدنيا، والإنسان إذا تأمل القرآن كأنه يرى الجنة ونعيم الجنة. قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. كذا يجي بغنى زول على وجه الأرض قل لي عندك أربعة زي ذي، نهر كامل موية صافية ونهر من اللبن ونهر من الخمر ونهر من العسل، وديك خمر الجنة حلال، لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
والله جل وعلا قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. التاسي في الدنيا لو اشتغلت في مزرعة وجا النهار وانت تعبان تعب شديد وعرقان وإلى آخره وجيعان وعطشان، مشيت لقيت لك شجرة كبيرة فيها ظل، ظل بارد، مجرد ما قعدت في الظل طوالب تفكر في الموية، مما خلاص العرق يجف فكر في الموية الباردة، شربت شي من الموية الباردة طوالب تفكر في الأكل، مما أكلت طوالب تفكر في الرقاد، دار لك عن قريب ولا سرير بارد ترقد فيه، وزول ما يبقى شبعان وكذا وكذا يفكر تاني في حاجات تاني. الله قال لك سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وذيل كمان درجتنا أقل من المقربين، ذيلك نعيم ونكبر. ذيل قال لك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، هذا لو جبت النبق تلقاه سمح طعمه لكن فيه شوك، ده قال لك في سدر مخضود ما في ولا شوكة، وطلح منضود وظل ممدود، مش ظل قدر العنقريب، ظل ممدود قدر ما الظل يبقى كبير يكون أبرد، وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما بقول لك شهر ستة ما في وشهر سبعة في وشهر كذا وإلى آخره وكذا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. بعد أكلوا وشربوا وقعدوا في الظل قال وفرش مرفوعة، بعد ذلك قال إنا أنشأناهن إنشاء يعني الحور العين فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عرب جمع عروب، العروب التي تحسن الكلام لزوجها تدي كلام سمح وترغبه في نفسها، عربا أترابا في ريعان الشباب. ولذلك الإنسان يطلب الجنة ونعيم الجنة، وإذا تذكر الجنة زهد في الدنيا، شكذي الله سبحانه وتعالى من يذكر الدنيا طوالب يذكر الآخر، قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي آية في سورة النساء أي زول يفكر فيها تاني الدنيا دي ما عنده لا شيء، قال تعالى في سورة النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، فتيلا يعني التمرة لما تشقها في لفافة حول النواة، اللفافة دي القطمير، والجدل في ظهر النواة الجدل تلقى في الظهر ده النقير، والشجل في بطن النواة ده الفتيل، ولا تظلمون فتيلا. ابن كثير رحمه الله قال في تفسيره لسورة النساء في هذه الآية قال والآخرة خير لمن اتقى، قال آخرة التقي خير من دنيا، زول التقي ده الآخرة الله اتاه له إذا صح التعبير أعده الله له في الآخرة خير له من نعيم الدنيا ومما تركه في الدنيا لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني يا جماعة ده زول بيجي ده زول شقي، ذاك ما القسم الأول، القسم الثاني ده زول شقي
ده زول بيجي بشق الصفوف ينادوا اسمه. البشر ديل كلهم يعاينوا له، الناس من آدم عليه السلام لآخر إنسان يعاين له، يعاينوا له الناس، والجن يعاينوا له، والملائكة ليقف بين يدي الله تعالى وتوضع الموازين وتخف موازين حسناته وتثقل موازين سيئاته فيأخذ كتابه بشماله. وفي بعض الناس ذاته الله قال فلا نقيم له يوم القيامة، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذل الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما عنده قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لا مكانة له، لا مكانة له عند الله سبحانه وتعالى، يشيل كتابه بشماله وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. زي الولد في الأساس كان جاء الأول، أي زول لو ما سألوا أعمامه لو ما سألوا طلع النتيجة يقول لهم شوف، والجماعة يدوه متكيف، لو ما سألوا بطلع نتيجة فرحان، لكن الساقط في المواد وفاشل ده أقعب سؤال تقدم له تقول له جيت الكم، كان سألته أي سؤال غير ده بكون متكيف في الغالب، لكن مما تقول له جيت الكم ولا النتائج طوالي بيجر بيشوف له موضوع تاني لأنه نتيجته ما دارز ولا عارفة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريت لو ما ذاته أنا عرفت في حساب، يعني في حساب ولا عرفت نتيجتي ولا كذا ولا كذا، ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية أي الموت، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الله سبحانه وتعالى قال خذوه فغلوه. قال ابن كثير رحمه الله قال الفضيل ابن عياض وقال عبد الله ابن عباس إذا قال الله تعالى للملك للملائكة خذوه فغلوه ابتدره 50,000 ملك، وقال بعضهم 70,000 ملك، ديل بيشيلوا خذوه فغلوه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ملائكة بشيلوه بيجيبوا السلسلة فتوضع في دبره فتسلك في بطنه ثم تخرج من فمه ثم يجمع بين رأسه وقدميه من الخلف. السلسلة بخدتها في دبره وتدخل في البطن والأمعاء وإلى آخره وتخرج من الفم ويجمع بين الرأس والقدمين من الخلف ثم يلقى في النار، فإذا سقط في النار انكسر ظهره يتعذب. والمشهد ده رب العزة والجلال قال في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يلمون سوا ويرموا في النار. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. في ناس قالين النار دي بخشوا مفتحين وخشوا بكرعيهم ويقعدوا ينططوا فيها مسخن، وين شغل لا بيوشك. أسأل الله ينجينا جميعا بالوجه. وأعمى تتخيل خاشي في عذاب ويا أخي الكهرباء لو قطعت البيت فيه شباب والهواء ضارب، الزول بيتضايق ولك ولع الشمعة ولع الفانوس وجيب والجنانيتر والكهرباء دي ويمرقوا برا وهوا شغال، وقال لك مش هناك كهرباء قاضعة. أعمى عديل وعلى الوجه وفي نار، نار
لا علاقة لها بنار الدنيا. دي جزء من سبعين، من سبعين. أشكى رب العزة والجلال قال في سورة القمر: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. والله سبحانه وتعالى قال عن النار: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. كالقصر، شرارة الدنيا ذي الحداد بالبسلان الضارة، ما بتسوي لا يش شرار، يجي في عيون في يده ولا يش. دي قال لك ترمي بشرر كالقصر، كالقصر يعني دي جمرتك قدر كيف ذاكم في عذاب وفي ألم وفي حسرة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بنسمع. كانوا بيسمعوا، كان عندهم عقول لكن ما بركزوا ولا بيفهم، ما داري يفهموا الحق ولا داري يقبلوه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. والله يا ما أي زول في الدنيا دي اعترف هس في الدنيا لله سبحانه وتعالى، يقول لي الله أنا غلطان. ما هو زول لما نكابر يا هو هلك بعد هلك أهلك نفسه، لكن مما يقعد براء بينه وبين ربه ويعترف: يا الله أنا غلطت يوم كذا ويوم كذا وغلطت في كذا وكذا. مما تعترف معناه أنت خلاص مسكت الدرب. شكاية في سورة التوبة قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وعسى في القرآن قال ابن عباس واجبا، عسى الله أن يتوب عليهم يعني سوف يتوب عليهم. يعني ذيل ما دام اعترفوا وانكسروا معناه ذيل الله بتوب عليهم سبحانه وتعالى. ذاك أهل النار في حسرة وفي ألم وفي شدة وفي عذاب. ذولا جماعة قتادة ابن دعام السدوسي قال: يلقى الجوع على أهل النار مئات السنين. ذول 100 سنة ما أكل وما في موت. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. شفت الطفل لما انت تدي دواء مر وانت بتقول لي اشرب وبيشرب هو كاره، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. تلقى في عذاب شديد ده الزول في النار. بعد جوع اطلب الأكل، ادو الزقوم والصديد والغسلين. الغسلين ده عصارة أهل النار، يعني المدة والدم والأشياء الكعبة اللي بتمرق من جلودهم. ادوا الغسلين يأكلوا مع الجوع يأكلوا. لمن يأكل دائر الموية، دائر الموية. لمن يطلب الموية الله قال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تخيل تشرب لك شيء الأمعاء تجي مارقة برا، شوف الألم ده. ورب العزة والجلال قال: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. زي الزيت الحار يقربوا الفروة بتاعت الراس تقع والوجه وإلى آخره. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يشرب ويتقطع ويتألم ويبكي مئات السنين ويصيح ويدعو ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الشوكاني قال: قال إنكم ماكثون يجيبهم بعد 80 سنة. يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك
بعد 80 سنة. في ناس قالوا 300 سنة، لكن في فتح القدير للشوكاني قال بعد 80 سنة. 80 سنة هم منتظرين. هذا زول لو عطشان قال لي زول جيب لي مويه، جاءوا بعد 8 ساعات، ما بهيج 8 ساعات بس، ولا 8 يوم، ولا 8 شهور، ولا 8 سنوات. 80 سنة عمر زول كبير. بيجيبون يقول لهم شنو؟ إنكم ماكثون. ليه؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثر الناس الليلة جماعة يا أبو الحق إلا من رحم الله تعالى. من مالك طواء ينادوا خزنة النار، خزنة النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. دارين يوم واحد إجازة بس. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خلوا خزنة النار يقبلوا عليها أهل في الجنة. الولد ينادي أبوه، والأب ينادي ولده، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. خيل أبوك يقول لك ما في مويه في الجنة وإنت في النار وما ظلمك، يقول لك مويه ما في، إن الله حرمهما على الكافرين. ولدك اللي تربيته يقول لك ما في مويه ما في. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. آخر شيء يلجؤون إلى الله تعالى، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إنا ظالمون. بس مرقنا من دي تاني كان رجعنا نكون ظلما، هو نسي ظلما. قال اخسؤوا فيها ولا تكلم. قالوا هذه أشد آية على أهل النار، اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وقال بعضهم أشد آية على أهل النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اخسؤوا فيها ولا تكلمون، تاني ما بيفتحوا خشون. قالوا فلا تسمع إلا الأنين والبكاء، تاني بس بك النار بيزبق. ولذلك يا جماعة رب العزة والجلال قال عنهم يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السبب دخلنا النار شنو؟ ده لب الموضوع وده أهم كلام في المحاضرة كله. أدخلنا النار دي شنو؟ وقعوا في حاجتين، في شيئين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم أي قريب مشفق، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قال السعدي إلا الخاطئون الذين أخطأوا طريق الاستقامة، ذيل من أهل الانحراف. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، زول ما كان في الدنيا دي يؤمن بالله سبحانه وتعالى. عشان كذا يا جماعة هذا الموضوع اللي بيركزوا عليه والدعاة، موضوع العقيدة، موضوع الإيمان، موضوع التوحيد. وأي زول داير النجاة للناس يركز لهم على الموضوع ده. لو داير النجاة للرجال، للنساء، للصبيان، للصغار، للكبار، للأهل وللأجانب، تركز على التوحيد والعقيدة. لأنه يا جماعة زول إذا لاقى الله موحد النار دي
ما بتقدر تاكله، النار ذاته ما بتقدر تاكله. دار تعرف الكلام ذا في صحيح البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل عتبان لما كبر في السن عمية، فأراد أن يتخذ مكانا من بيته أو في بيته مسجدا يصلي فيه، بيته بعيد جدا، لو بتسمع الأذان تجي المسجد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما بيعملوا حاجة ساي، بيتبعوا السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء ومعه بعض الصحابة، ومن كرم هذا الصحابي قبل يقول لي والمكان الآن دائر هنا في البيت في الحوش في كذا في الغرفة الفلانية، مشى ذهب إلى أهلي ليحضر شنو طعاما لأنه كريم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على المكان، قال له قبل الطعام وريني المكان اللي تدار تتخذ مصلى. فلما ذهب إلى أهله قال بعض الناس إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس يشهد أن لا إله إلا الله، فإن الله حرم، وده الشاهد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كيف تتخيل السري هسي ولا القديم، من جوه قلبك تقول لا إله إلا الله وانت فاهم معناه من جوه القلب، جسمك ده لو مت بعد النار ما بتاكله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومخلص فيها لله سبحانه وتعالى. شكل الناس بتركز على العقيدة وأس المشاكل والغلا والجوطة والأشياء دي، الناس لو وحدت كلها بتزول المشاكل، شفت يوحدوا ويرجعوا لله، مش في الصفوف والتعب والدقيق. أخونا إسحاق ده وينو إسحاق قاعد بيجاد، إسحاق ده كنا في البيت أول أمس قاعدين في الديوان، واحد اتصل به من البلد، إسحاق قال له كيف؟ الله قال له غايته البيت جار ويوم الثلاثة داري مرقونة منه بمحكمة، ولينا كم يوم دقيق، آخر مرة سوينا يوم كذا، وغايته قال له والله البلد دي الأيام دي في غيبوبة، الله يصحيها في غيبوبة عديل. قال جبت التعب ذا، والله البلد دي لو كلها وحدت والصواريخ القائمة إلى السماء دي في المغابر، الصواريخ دي جفتها تفرتقت بلد دي. الله قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لفتحنا، مرات بتتقفل بسبب الشرك، قال لك لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أغلب المساجد تتكلم في الموضوع ده بيشاكلوك، واحد تلقاه يجي قبل الصبح بساعة 4 صباحا دي ولا 3:30 بعكازه وبطاريته، يجي بدري في الصف الأول، أول ما تجيب تتكلم في التوحيد بتناولك بالعكاز ده، أول زول عمك ده ذاته بدري، ويقوم في الثلث الأخير في وقت النزول ولا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يحسن الظن بالله جل وعلا. شكي يفتى الموضوع ده لو الناس نجدته ورجعت لي الله سبحانه وتعالى بلد دي بترتاح. ولا ما تصدق القرآن؟ نصدق القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان شنو غفارا، بعد قال شنو يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، تاني الاقتصاد مشكلته تحلت ولا ما تحلت، ويمددكم بأموال، ما يعود ذات الكوراك في ده دولار وزاد ونقص دولار بتاع شنو ومشى وإلى آخره،
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، جمع جنة بستان بساتين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعد قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، تليم بتعظم الله سبحانه وتعالى. زولا يا جماعة النصوص الليلة ما يعظمها، تدي الآيات الأحاديث يقول لك ده حق كنتو، الآيات يقول لك دي آيات كنتو، حصلوا يتو بس تقروا لنا الآيات دي بس. واحد في البلد والله خطبة حضرتها في المنبر، قال أخونا خطب في المنبر، قال قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الآية دي في الشرك، قال في بداية الخطبة، مشى دقيقتين بيشرح فيها. تاني قال واحد تحت قال لي يا خس قبل شوية ما قلتها، تاني جبتها حارقاه الآية حارقاه. ولذلك رب العزة والجلال قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يبشر ويفرح. وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة عند الأحباش الأسد، زي الحمر الوحشية أو الأهلية شافت شنو الأسد فو تجر. ده لما نشوف الزول بيدعون للتوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. زمان قالوا أجعل الآلهة. شوف الكفار ديل فهموا الدين كيف فهموا عديل، لخصوا في كلمات، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا والله هذا كلام عجيب مرة واحدة. ولذلك يا جماعة الإنسان يؤمن بالله يوحد الله سبحانه وتعالى، دار تؤمن بالله صح أقرأ القرآن ده وانظر في ملكوت السماوات والأرض. يا عليك الله قبل الآيات دي، هسا يا جماعة زول يمرق برا إلين فيك مقاول يسوقك يقول لك شوف البيت ده سويته أنا، تخش البيت تلقى العرش عقد، يقول لك جات فيه 10 مطرات 10 سنوات المطر ولا نزه ولا نقطة، يقول له شغلك نظيف. ووديك الصالون يقول لك شوف الأرشد عامل كيف، المقاول ووديك ده يقول لك شوف ده كيف وده كيف وده كذا وده كذا، تتكيف منه تقول له والله انت زول خطير مرة واحد. والبيت كله موقفه بعمدان المقاول ذاته. الله سبحانه وتعالى الناس السماوات دي كلها ما أغنعته، زول داري يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. السماء دي كلها ما أغنعته، السماء دي كم سنة واقفة، لا حصل رمموها لا حصل صلحوها، لا في نجوم كهرباء قطعت ولا في سلك ولا في كذا ولا في أي شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السماء دي براب تغني عن الناس، لذلك إنسان يعظم الله كواكب جبال بحار أنهار. قال الله تعالى في القرآن في سورة الرعد، ولا أدب تفهمك التوحيد وتوريك إنه الناس اللي دخلوا النار أبو التوحيد أبوه عديل كده أبوه. والله يا ما ناس غربة، ناس فيهم غرابة مرة واحدة، قلت أقول لنا هذه واحد يزعل منك ولك ناس نديل مالو، ناسك ديل بيجيبوا مشاكل. أنا ما ذا يجيب اسم أي زول، الليلة كلام ظريف ولطيف.
انت لكن بتكون تعبان. انت لما تقول عندي ناس فلان وفلان انت تعبان، دار تعرف نفسك تعبان، كلامنا نحن خليه. اقرأ سورة الزمر قبل لا ما اجيك ليه سورة الرعد. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا، شو المثل ده بليغ كيف المثل ده؟ في نفرين في السوق من الرقيق، من الرقيق يعني بيعون وبيشترون. زمان زمن الرقيق سناز أحرار، من زمان بيشترون وبيعون. واحد اشتروه 10 من الاثنين ديل في السوق عارضينهم للبيع، نفرين. واحد اشتروه 10، 10 دافعوا فيه، اشتروه من السوق اختلفوا. واحد قال لي الليلة تمش معاي، ثاني قال لي لا يا زول أنا محتاج للليلة، ثالث قال لا قف على حيلك، الرابع قال لا أقعد، خامس قال لي المزرعة تنظفها تمام، سادس قال له مش غسل العربية، تاسع قال لا مش كذا جيب الملاح، عاشر قال له اشتغل في الدكان. مختلفين فيه، والزول ده بس واقف متحير. دي العشرة مختلفين وكلهم أسياد واشتروه. واحد تاني اشتراه نفر واحد، والاشتراه ده زول تمام، قال لي اسمع انت معاي اي ابشرك، قال لي من الصباح لوقت الفطور تشتغل في المزرعة، من وقت الفطور للمغرب للظهر تمشي السوق تجيب الحاجات، من الظهر للعصر ارتاح ارقد نوم ارتاح لانه في شغل بعد العصر، بعد العصر امشي البهايم احلب اللبن، بعد المغرب تعال للأولاد شوفوا دارين شنو، بعد العشاء امشي ارقد نوم سوي الدارت سوي. مرتاح نمرة واحد ولا نمرة اثنين؟ مش نمرة اثنين الا عنده سيد شنو واحد. الله قال لك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ما متفقين ذاته، أسياد ذاته ما متفقين عشان يقعدوا في الواطة، ما متفقين. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ قال لك الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله للمشرك والمؤمن الموحد. تلقاه كذي في تفسير ابن كثير، للمشرك والمؤمن الموحد. انت عندك سيد واحد بس وكريم، الله قال لك صلي في اليوم كم صلاة؟ 5. الزكاة ذاته كل سنة كاملة قروشك دي تصرف فيها سنة كاملة، وبعد السنة يبلغ النصاب، والنصاب ما 50 جنيه ولا 60 جنيه، 85 جرام بتاع ذهب. والزكاة ذاتها في السنة بعد يحول على الحول عندها 8 أصناف، ما حجر عليك اختار أي صنف ذلك. فهذا السيد وهو الله سبحانه وتعالى في المال شرع الزكاة، وهذه الزكاة شيء يسير بالنسبة لعامة المال. شرع الصوم 11 شهر تأكل وتشرب، شهر واحد بس كله 11 شهر بالسنة، شهر واحد كله 12 شهر في شهر واحد، والشهر ذاته ما طوالي وراء بعض من أول يوم لآخر يوم، لا من الصبح للمغرب، من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. ولو سافرت ولا مرضت تفطر تقضيه في أيام تانية. وإذا أخطأت في الدين وقعت في معصية فتح لك باب التوبة، وإذا تبت قبل توبتك ورضي عنك وأحبك سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
تخلي العقيدة الصحيحة والتوحيد واللجوء إلى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وتمشي لمخلوق ضعيف زيك، فقير لا يملك شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. علم الغيب ده لله وحده لا شريك له. ما أفزول بعرف الرائحة، ما أفزول بحوط الشيء الضايع ولا الشيء الموجود، ما بحوط. ما تمشي لزول تقول له شوف لي الذهب ده سرقوا منه، شوف لي الغنماية دي ما جات مشت وين. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تكفر عشان غنماية؟ الدين كله تمرق منه بس عشان غنماية ميغمئ؟ تكفر تخلي الدين مرة واحدة؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. بلدنا دي موبوءة بالحاجات والداعية شغالة، نزاوين في الجبنة تلقاين أوك والداعية دستور، واحدة تقع واحدة تقوم، والداعية تقول لهم بكرة بيحصل كذا وبعد بكرة بيحصل كذا وفلان بيحصل له كذا. والله سبحانه وتعالى قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما وما نافية، نفس نكرة تفيد جميع النفوس، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال لك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات، الله جعل لك ملائكة بتحفظك، الله بيحفظك بها. بعد قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا شنو؟ بأنفسهم. حس لو دار الأحوال تتغير وتنصلح، ناس تغير في نفسها دي من العقائد المنحرفة. زول مات ما تشيل تراب والسفن، يقول لك فيه بركة. رسول لما قال الطعام فيه بركة صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. يعني الطعام ذاته مش قال لك فيه بركة، قال لك انت بعد تتم الطعام تلعق الأصابع والصحفة الصحن. ليه تلعق الأصابع والصحفة؟ قال: لأن الإنسان قال: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. انت ما عارف البركة في بدايته ولا في نهايته، عشان كده قال لك في النهاية تلعق شنو؟ الصحفة وتلعق الأصابع قبل ما تغسلها. صحن أثبت فيه البركة، لكن البركة وين؟ تتم للنهاية. لو قلت القبة فيها بركة ما تسف لك زفتين ثلاثة، تسف القبة شنو؟ كلها جت تسف. إمتى كلامي؟ ما أنت قلت فيها بركة من غير أي نبس تسفها كلها. دي عمك ذاته الجوة تسفها كلها. تقدر على الشغل ده؟ أنا ما معلوم ده لو أثبت شنو؟ إنه فيها بركة. البركة من الله، أنت ما عارفه وين ذاته. ولذلك الموضوع ده الإنسان عقيدته تكون في الله تمام. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ودي تنفي لك حاجة اسمها حجبات، محايات، بخرات،
تنفي لك حاجة اسمها كمون تعلق. وإذا أراد الله بقوم سوءا، جاياك عقرب، جاياك مصيبة، فلا مرد له، ما في شيء برد، لا حجاب لا كمون لا غير. وما لهم من دونه من وال، ما في ولي يتولى أمورك من دون الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء وكيل. والله ما عنده وكيل في الأرض، تقول فلان ده صح الله عنده أي شيء، لكن فلان ده الله اداه، ما عنده وكيل نهاية، الله ما عنده وكيل. ناس كوكوكولا عندهم وكيل، والبيبسي وكيل، والبطاريات دي اف دي ولا شنو عندها وكيل، وحاجات كثيرة عندها وكيل. لك ده وكيل الشيبس، شايل حاجات خفيفة كده وكيل الشيبس، وذاك وكيل الايه، وده وكيل. الله ما عنده وكيل. دار تعرف ما عنده وكيل؟ اقرأ سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني شنو؟ وكيلا. ما عنده وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في سورة الزمر. قال هو الذي يريكم الآيات ديك في سورة الرعد، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ما بزول بينزل مطر ما يغشوك، يقول لك في أرضين بينات سرابة، بيجاي نزلت مطر بيجاي ما نزلت، دي اللي دفعوا البياض. في مطر بيبيعوه السودان ذاته يا جماعة، فيه عقائد والله. إبليس ذاته لو ظهر يقول لهم انتوا زيتوا الجبنة جنزبيل، والله يقول لهم حيرتونا ذاته. سفنجة يعتقدوا فيها، كان مقلوبة يقول لك صلحها صلحها ما تقلب علينا، سفنجة. الكتاح لو جات يقول لك محمد معانا ما تغشان، كذابين. ومحمد ما جاء السودان صلى الله عليه وسلم. الزول ما بعرف ايه، اي شيء اعتقدوا فيه. ان جابوا عربيه جديده يذبحوا خروف وشيلوا الدم يلصقوه، الدم المسفوح ذاته يلصقوه في القزاز. ولك العربيه دي كان ما كرمت لها بتنقلب، والخواجة الصنعة ورسل من هناك ما بيطبح ذاته، مرات صينيين بيطبحوا كلاب ده يطبح لها عمارة يبنيها، ولكن ما ضبحت فيها. أنا غايته لو جبت عربية ما بضبح والدبرك، شوف ده ما بضبح عمارة يبنيها، يقول لك إلا تكرم لها، كما كرمت بيسكنوها الجماعة اضبح لها. وإنت جد ضبحت لهم ما بيجوا، واسي الناس ساين ضبحوا لهم ما بيجوا، وإنت يا دوب جبتهم عليك اضبح لهم. واحد في كافوري قال حارس لا عمارة اسمه دفع الله، تونست معاه كلام ذا له 6 سنة ولا 7 سنة، اتونست معاه قال لي انا ساكن في قال لي حارس العمارة دي، قال لي 6 جابت لي عيش حب شتتته تحت للجن، قلت له ده جن ولا حمام بيشتتوا لي عيش حب، وقال جابت لها فكة حديد شتتته تحت برضه للجن، يعني ادت الجن رشوة حديد حديد. وعمك بتاع سجاير احمر شال الحديد مشى طوال الدكان جاي همور وغايته عليه مربى. المهم بتاع الشغله ذاته ما بتجوز، لكن غايته. لذلك قال لك رب العزة والجلال قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد ده قال وهم يجادلون في الله، لسه بجادلوا. يقول لك الله براو هاي التدار معاه منه، قال لك أليس الله بكاف عبد، براو بكفيك ولا ما بكفيك؟
قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافي، ما بحوجك لغيره. بعدها قال له دعوة الحق، دار تبغز الحق، تدعو الله وتدعو إلى الله. تدعو الله تتضرع له، انت زول الحق. والذين يدعون من دوني بنادوا غير الله، قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. هذه الموية دي لو عملتها زي الكورة كبيت بتثبت، مع كورة كذي بقت زي الكورة، لكن كان بقيتها عديل مصطر بسطة بتمسك موية. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. ده الزول البنادي غير الله. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بعد قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. فالقرآن ده واضح كيف، وده ما نبذ يا جماعة، والله ما ده إن نبي زي زول بالباطل. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، تركت الله ومشيت لأولياء، ما هلون الأولياء يا الله، لا يملكون لأنفسهم. قال لك فاقد الشيء لا يعطي، لا ممكن أمشي لزول عمره 80 سنة ما عنده جنة أقول له اديني جنة، اديني كيف، وكان بدي كان أدى شنو أولاده. في دجال في هناك في مبدة والله بعرفه باسمه وبشكله، بيجوه سوي لينا واعمل لينا. الدجال ده بيته عديل، في سريرة اتكمشت يدها اليمين وكراع الشمال من خلاف اتكمشت، عمل لها شغل دج أي شيء، ما تفكت يدها دي ولا كراها. ودها مصر وجاب راجع ولسه قاعدة كده، والناس يجوا الزول لو بيعالج كان عالج شنو؟ كان عالج بيته. والميت لو بيزيل المصايب كان زال الموت عن نفسه، لأن الموت مصيبة ولا ما مصيبة؟ في سورة المائدة إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فأصابتكم مصيبة الموت، موت ده مصيبة. أنت في غرفة الإنعاش تنادي ميت وهو هو ده في مصيبة أشد منك، لأنه أنت روحك لسه قاعد. وجوه القبر ده عمل انقطع، الرسول قال لك إلا ما مصدق النبي عليه الصلاة والسلام مصدقه قال لك عمل انقطع إلا من 3، وفي لفظ في صحيح مسلم إلا من 3 صدقة جارية، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد، كلها بالخفض مكسورة، أو ولد صالح يدعو له. الولد بيدعو للميت يا جماعة، مش الميت بيدعو لشنو؟ للولد. ولذلك قال لك قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. والله لا هذه واضحة وضوح، وأنا أدعو أي داعية إلى الله يعمل باب جمعة وخطبة ويلف باب الدنيا دي كلها. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ده له 2 سنين ولد يقول لك الدا والله، وده له 7 سنة مشي له فكي ولد بعد 7 سنة يقول لك الدا والفكي. هسه دي حلوها كيف؟ ده الله ادى له في 9 شهور ولد، ومرته ولدت في 9 شهور، ده في كم شهر ولدت؟ 3 ولا 9؟ 9. إذن ده حق الله، ده عنده أضانين، ده عنده أضانين، ده عنده عينين، نخرة واحد نخرة واحد، يدين يد واحد، نفس الشيء. انت دار تقنعنا انه فكيدة بدي جيب لك ولد عنده 3 عيون 2، واحد زبير، واحد فوق واثنين،
كذا نقول والله فعلا ده حق الله وده حق شنو، لكن هو ده ذاته يا اول خلق والله بس انت صلبطت ازاي. ولذلك قال ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الناس يا جماعه تجعل عقيدتها في الله صحيحه، اتعلق حجاب، اتعلق كمون، يحفظك الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. جاءتك مصيبه الجا الى الله، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله قليلا ما تذكرون. مرضت يا شافي اشفيني، بعد ذاك امشي للدكتور ده سبب ما فيش كان. جاك مس عين كذا اقرا قران، براك اقرا، براك اقرا كذا، الله طواه الشيطان ده شفته بيمرق لك ويبقى ماشي. عقيدتك دي تكون في الله نظيفه، دعاء بتلجا الى الله، الغيب لله سبحانه وتعالى، الجنه بدك لله سبحانه وتعالى. اليوم اللي بتعيش على العقيده دي الله بوفقك في الدنيا، ولما نيجي الموت بتموت حسن خاتمة. عشان أنا أختم الكلام، بتموت حسن خاتمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. عليك الله ملائكة تقول لك كلام زي ده، مش الموت ده بيقول لك حاجة سمحة، تفرح ذاته قدام يقول لك لا تخافوا ورا لا تحزنوا ولا تحزنوا وقدام شديد وأبشروا بالجنة التي كنتم توعد. ده تأمين ورا وقدام فضل الله سبحانه وتعالى. تخش القبر من ربك؟ انت موحد في الدنيا الله بثبتك طوال، ملك انهارك من ربك؟ الله بثبتك، لأنه قال يثبت الله الذين آمنوا، وانت كنت منهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر ده أول منازل الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاي يوم القيامة الله برحمك بيدخلك الجنة، ثاني تدار أكثر من كيف. فالزول يا جماعة يعيش على العقيدة الصحيحة ويدعو إليها ويتعلمها ويتعلم تفاصيلها ويطبقها في نفسه ويدعو إليها غيره. تدعو الوالدين، الأهل، الأبناء، كذا 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 إلى آخره، وتنشر الخير بين الناس، والناس تحرص على مجالس الدروس وكذا. وبعض الإخوة والمشايخ، شيخ عبد الهادي جزاه الله خير بشرني إنه أخونا نورين بيجي يعني هنا ودار يعمل درس. أخونا محمد نورين نحسبه من أفاضل إخواننا ومن الأقوياء في دعوة التوحيد، نحسبه والله حسيبه. الناس تحرص على الدروس وتنشرها جماعة بين الإخوان وبقية أهل المسجد والخطيب وكذا، الناس تدعو إلى التوحيد والسنة. والله الله بوفق العباد وبرحمهم، أسأل الله يرحمنا جميعا وأن يتغمدنا بعفوه سبحانه وتعالى وبمنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سلم متقابلين. وفي ختام هذا المجلس أشكر الله أولا وآخرا، ثم أشكر أهل هذا المسجد وخطيب المسجد وإمامه وجميع المصلين وجميع المستمعين داخل المسجد وخارج المسجد على حسن استماعهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.